السلام عليكم. يلا دكاترة نكمل ان شاء الله. كنا دخلنا في درس الاكسيدنت، واتكلمنا اول عن يعني اكسيدنت، وبعد كده عملنا انيوميريشن لانواع الاكسيدنت. خدنا اول نوع اللي هو رود ترافيك اكسيدنت، خدنا النوع الثاني اللي كان اسمه الهوم اكسيدنت. النهارده هنتكلم عن الاوكيوبيشنال اكسيدنت. الاوكيوبيشنال اكسيدنت يعني حوادث حصلت وسعادتك شغال، حصلت بسبب الوظيفة بتاعتك. فالاوكيوبيشنال اكسيدنت هي اكسيدنت بتحصل ديورنج الورك، اثناء مساعدتك في شغلك، تشمل اي اكت اوف فايلنس، اي شكل من اشكال العنف اللي قد ينتج عنه سواء فيتال او نون فيتال انجري، اي شكل من اشكال الفايلنس او الانجري، سواء الانجري دي كانت فيتال او نون فيتال، ما دام حصلت لسعادتك اثناء ما انت شغال وبسبب وظيفتك فاحنا بنسميها اوكيوبيشنال اكسيدنت. يبقى الاوكيوبيشنال اكسيدنت هي اني اكسيدنت بتحصل لسعادتك ديورنج الورك انكلودنج اني اكت اوف فايلنس، ممكن يؤدي الى فيتال او نون فيتال انجري. طيب ايه اكتر الوظائف اللي معرضه ان يحصل لها انجري؟ يعني هل كل الوظائف معرضه لاكسيدنت؟ طيب الوظائف اللي معرضه لاكسيدنت هل كلهم معرضين بنفس الليفل؟ قال لك لا طبعا، في عندي وظائف معرضين ان يحصل لهم اكسيدنت او انجري اكتر من اي حد تاني. مين هم؟ مجموعين في كلمه كمين. كمين السي الكونستراكشن، الناس اللي شغاله في المعمار، النجار المسلح، الحداد المسلح، الراجل اللي بيمحر، الراجل اللي بيدهن، اي حد شغال في المعمار، الناس دي معرضه ان يحصل لها انجري او اكسيدنت اكتر من غيرها. الايه الفلاحين الاجري كالتشر، الناس اللي شغاله في الزراعه طبيعي، وهو شغال في الغيط عور نفسه باي اله. الام الناس اللي شغاله في المناجم والمحاجر، ممكن حاجه كبيره تقع عليه، الماينر وركر. والان الاي ان عمال المصانع اندستريال وركر. يبقى اكتر الناس اللي معرضين ان يحصل لهم اوكيوبيشنال اكسيدنت مجموعين في كلمه ممتازين كمين. السي احفظ معايا، السي الكونستراكشن، والايه الاجري كالتشر، والام الماينر، والاي ان الاندستريال وركر. طيب ايه اللي ممكن يخلي الناس دي تعمل حادثه؟ يعني ايه اشكال الحوادث اللي ممكن تحصل للناس دي؟ ممكن يقع من مكان عالي فل، ممكن يتكهرب الكتريك كارنت، طيار كهربي، ممكن شغال على آلة معينة والآلة دي تعوره، مانيوال تول شغال بآلة معينة عورته، ممكن يتخبط بحاجة او حاجة تقع عليه، استراك باي ان اوبجكت، يعني اتخبط بحاجة معينة. يبقى ممكن يقع من مكان عالي مثلا فل، وهو شغال بيصلح جهاز كهربائي او شغال على مكنه شغاله بالكهرباء يتكهرب الكتريك كارنت، ممكن يتعور بآله هو شغال عليها او شغال بيها، يبقى مانوال تول. يبقى اول حاجه يقع من مكان عالي الفل، تاني حاجه يتكهرب الكتريك كارنت، يتعور بآله شغال عليها مانوال تول، يتخبط بحاجه او حاجه تقع عليه استراك باي ان اوبجكت. طيب الشخص بعد ما يحصل له حادثه ايه الضرر اللي هينتج منه؟ ايه الحاجه اللي هتقع عليه؟ ممكن الشخص ده يحصل له جرح اسمه كات او ووند، ممكن يحصل له كدمات وسحاجات لاسيريشن او كونتيوجن، ممكن الشخص ده يحصل له بين او سبرين، تمزق في العضلات او وجع في جسمه. يبقى اول حاجه cut a wound، احفظها اتنينات كده cut a wound، ممكن laceration و contusion، ممكن pain او sprain، ممكن burn او fracture. يبقى تاني احنا في مقدمة بتتكلم عن الاوكيوبيشنال اكسيدنت، قال لك ان الاوكيوبيشنال اكسيدنت هي any accident بتحصل during work including any act of violence، ممكن يؤدي الى fatal او non fatal injury.
مين اكتر الناس المعرضين للاوكيبيشنال اكسيدنت وظائف معينه؟ جمعتهم لك في كلمه كمين. السي الكونستراكشن وركر، والايه الاجري كالتشرال وركر، والام الماينر عمال المناجم، والاي ان عمال المصانع الاندستريال وركر. ايه سبب الحادثه؟ ممكن يقع فول فروم هايت، يتكهرب الكتريك كارنت شغال على اله معينه عورته، مانوال تول اتخبط بحاجه معينه استراك باي ان اوبجكت. طيب ايه اللي هيحصل له بعد الحادثه؟ ممكن يحصل له جرح كات او ووند، ممكن يحصل له كلمات وسحاجات لاسيريشن وكونتيوجن، ممكن يحصل له بين او سبرين، يحصل له بيرن او فراكشر. طيب اللي يهمني ايه هي الريسك فاكتور؟ ايه اللي يخلي واحد شغال على مكنه معينه او على اله معينه يتعور؟ والله ممكن العيب يبقى في الشخص نفسه، ممكن العيب يبقى في الاله اللي شغال عليها، ممكن العيب في البيئه المحيطه بيه، ممكن العيب في طبيعه الشغل نفسه. يبقى تاني في عندي اربع عوامل ممكن يخلوا العامل يعمل حادثه. اول حاجه خطا بشري منه هو، او خطا في الاله ماشينري، او مشكله في البيئه المحيطه بيه اثناء الشغل انفيرومنتال، او مشكله في طبيعه الشغل نفسه في الورك باتر. اول حاجه مشكله في الشخص نفسه بنسميها بيرسونال. ايه البيرسونال فاكتور؟ ايه العوامل اللي موجوده في الشخص نفسه ممكن تخليه يعمل حادثه؟ الكتاب قال لنا ست حاجات. اول حاجه الايدج والسكس. الايدج تفتكر انه عمر معرض اكتر للحوادث؟ اكيد الاكستريم اوف ايدج. طب السكس هو مين شغال في الكونستراكشن؟ مين شغال في الاجريكالتشر؟ مين شغال في المناجم؟ مين شغال في المصانع؟ الناس اللي شغاله في وظائف خطيره معظمهم رجاله ولا ستات؟ ممتازين رجاله، علشان كده قال لك السكس الميل معرضين اكتر من الفيميل بحكم ان الميل هم اللي بيشتغلوا في الوظائف دي. يبقى انا فين؟ انا في البيرسونال فاكتور، في العوامل الشخصيه اللي فيا انا اللي ممكن تخليني اعمل حادثه. اول حاجه الايدج والسكس. الايدج مش محتاجه كلام، الاكستريم اوف ايدج، والسكس الميل اكتر من الفيميل. في عندي اتنين اهمال. اول اهمال اوفر كونفيدنس. الراجل ده شغال على المكنه بقاله 15 سنه، وبالتالي بقى عنده يقين انه بقى حافظ الشغل، فشغال وهو بيتكلم مع صاحبه، وهو بيتكلم في التليفون، وهو بيلعب في حاجه، فالمكنه عورته. يبقى اوفر كونفيدنس، ثقه زايده في النفس وهو شغال. يقول لك خلاص بقى ده انا شغال على المكنه دي بقالي 20 سنه، ده انا حافظ المكنه اكتر من الخواجه اللي صنعها، وبالتالي بقى شغال باهمال شويه فالمكنه عورته. تاني حاجه المفروض العمال دول ليهم حاجه اسمها بروتكتيف كلوزز، بيلبسوا بدله معينه، بيلبس في رجله سيفتي جزمه تقيله شويه، بيلبس في راسه الخوذه الهلمت، بيلبس جلافز. طبعا كل وظيفه حسب احتياجاتها، مش شرط العامل يلبس كل الحاجات دي. الحاجات دي بنسميها ايه؟ بنسميها قواعد الصحه والسلامه المهنيه، السيفتي ميجر. العامل بتاعنا مكبر دماغه، مش لابس الخوذه، في حاجه وقعت من فوق على دماغه فتحت دماغه. العامل بتاعنا مكبر دماغه ومش لابس السيفتي، في حاجه تقيله وقعت على رجله فارتكت صوابعه. يبقى نيجليكانس، نيجليكانس اوف سيفتي ميجر او بروتكتيف كلوزس. العامل بتاعنا ما كانش واخد احتياطاته ولابس البروتكتيف كلوزس بتاعته. يبقى الايدج والسكس، الايدج الاكستريم اوف ايدج، والسكس الميل اكتر من الفيميل. في عندي اتنين اهمال، اوفر كونفيدنس وهو شغال، او اللي عكسها نيجليكانس اوف بروتكتيف كلوزس. في عندي حاجتين ناقصين، نقص التريننج. العامل بتاعي ما خدش تدريب كافي على المكنه دي قبل ما يشتغل عليها، او نقص الفيزيكال
والمينتال هيلث. الشخص بتاعي كان شغال وهو عنده مشكله جسمانيه او مشكله نفسيه وعقليه، عنده مشكله فيزيكال زي ان الشخص كان سخن مثلا، عنده فيفر او عنده فينتنج او عنده ابيليبسي او عنده هايبوجلايسيميك كوما او عنده مشكله في الفيجن او مشكله في الهيرنج. الشخص ده حالته الصحيه ما تسمحش لي انه يشتغل الشغلانه دي او على المكنه دي. هو كبر دماغه والشركه مكبره دماغها ومعملتش فحص ما قبل الوظيفه ودخل اشتغل وخلاص فتعور. يبقى مشكله فيزيكال زي قول اي حاجه، شغال على المكنه هو عنده فيفر، عنده ابيليبسي، عنده هايبوجلايسيميا، عنده مشكله في الفيجن او الهيرنج. مشكله منتال زي ان الشخص ربنا خلقه ذكائه محدود شويه، نقص الانتليجنس، او شغال على المكنه وهو تايرد، هو مرهق، او هو في ستريس، او هو خايف فتعور. يبقى تاني الاوكيوبيشنال اكسيدنت اللي يسببها عامل من اربعه، يا اما مشكله في الشخص، يا اما مشكله في المكنه، يا اما مشكله في البيئه بتاعت الشغل، يا اما البيئه المحيطه بيه، يا اما مشكله في طبيعه العمل نفسه. المشكله الشخصيه البيرسونال ست حاجات، ايدج وسكس، الايدج الاكستريم اوف ايدج، والسكس الميل اكتر من الفيميل، واثنين اهمال اوفر كونفيدنس وهو شغال او نيجليجنس اوف بروتكتيف كلوزز، وعندي اثنين ناقصين، نقص التريننج ونقص الفيزيكال والمنتال كونديشن. نقص الفيزيكال كونديشن او نقص الفيزيكال هيلث زي ان الشخص شغال وهو عنده فيفر، عنده ابيليبسي، عنده هايبوجلايسيميا، عنده ديفكتيف فيجن او هيرنج، مشكله في الرؤيه او في السمع. المشكله المنتال هو عنده نقص في الانتليجنس، ربنا خلقه كده، او كان شغال هو في ستريس او تايرد او خايف. تاني حاجه مشكله في المكنه نفسها، ماشينري فاكتور. المشكله اللي في المكنه ممكن سعادتك تلخصها كلها بكلمه ان سيف ماشين، شغال على مكنه غير امنه. ايه اللي يخلي المكنه بتاعتي غير امنه؟ اربع حاجات مثلا، في اتنين مكشوفين، ولكن المكنه كانت ان شيلدد. كلمه ان شيلدد يعني مكشوفه، يعني ايه؟ يعني المفروض المكنه لو فيها سير او لو فيها ترس او لو فيها حاجه ممكن تعور الانسان، الحاجه دي تبقى محطوطه جوه جراب متغطيه مش ظاهره. المكنه دي تصميمها غلط، تصميمها انشيلدد، السير باين او الترس باين فالعامل اتعور. تاني حاجه مكشوفه هو سلك الكهرباء، اكسبوزد واير. يبقى المشاكل اللي في الماشين انها انسيف. انسيف ليه؟ الكتاب ذكر لي اربع امثله، اول اتنين مكشوفه، ان شيلدد ماشين او اكسبوزد واير. تاني اتنين ناقصين، نقص المينتنانس. المكنه دي المفروض يتعمل لها صيانه دوريه كل فتره، الشركه مكبره دماغها وموفره حق الصيانه فالمكنه باظت وعورت العامل الغلبان، او نقص السيفتي ميجر. المفروض اي مكنه في الدنيا يكون فيها الحد الادنى من قواعد الصحه والسلامه المهنيه، المكنه دي تصميمها غلط، تفتقر للسيفتي ميجر، مكنه غير امنه، ما ينفعش اصلا عامل يشتغل عليها، فالعامل اللي كان شغال اتعور. يبقى تاني المشاكل اللي في الماشين انها انسيف. ليه انسيف؟ قول لي اي حاجه، انها انشيلدد او اكسبوزد واير، ادي حاجتين مكشوفين، المكنه نفسها او سلك الكهرباء، او نقص حاجتين، نقص المينتنانس ونقص السيفتي ميجر. تاني مشاكل اللي في الشخص البيرسونال ست حاجات، مين اللي حفظهم؟ قول معايا كده، ها، الايدج والسكس، الايدج الاكستريم والسكس الميل اكتر من الفيميل. في عندي اتنين اهمال فاكرهم، اوفر كونفيدنس وهو شغال، او نيجليجنس اوف بروتكتيف كلوز. في عندي نقص حاجتين، نقص التريننج او نقص الفيزيكال والمنتال كونديشن. وهنا قول لي اي مثال، نقص الفيزيكال كونديشن شغال وهو عنده فيفر او ابيليبسي او هايبوجلايسيميا او مشكله في الفيجن او الهيرنج،
مشكله في المينتال زي نقص الانتليجنس مثلا. نيجي على الماشين كانت اون سيف. ليه اون سيف ماشين؟ لانها اون شيلدنج او فيها اكسبوزد واير او نقص المينتنانس ونقص السيفتي ميجر. طيب كده خلصنا تو فاكتور من اصل اربعه. هما الاثنين اللي خلصناهم، مشكله في الشخص بيرسونال ومشكله في المكنه ماشينري. ممكن يبقى العيب في البيئه المحيطه بالعامل وهو شغال، بنسميها ايه؟ environmental factor. يعني ايه؟ برضو كلمه واحده unsafe او unsanitary environment. كلمه unsanitary يعني مش صحيه، مش بيئه جيده للعمل. unsanitary environment ايه اللي يخلي البيئه غير صالحه للعمل؟ ان يكون فيها نقص في الفنتيليشن، التهويه مش كويسه، او نقص في الاضاءه، نقص الاليمينيشن اللي هي اللايتنينج. يبقى نقص الفنتيليشن او نقص الاليمينيشن، العامل شغال والدنيا ضلمه فتعور ما خدش باله، العامل شغال والجو حر قوي او برد قوي، الهاي او اللو تمبريتشر، المكان نفسه في ضوضاء في نويز. واحنا في شابتر من الشباتر اسمه اوكيوبيشنال هيلث، الحاجات المرتبطه بالوظائف بالشغل، هقول لك ساعتها ان زياده او نقص التمبريتشر وان النويز الصوت العالي بيأثر على التركيز جدا. بدليل ساعتها كنت قاعد بتذاكر، في ناس وهي قاعده بتذاكر لو سمعت اي صوت جنبها، اي دوشه، صوت راديو او صوت تلفزيون، انتباهه يتشتت مش عارف يركز. العامل كذلك، لو الجو حر قوي او الجو برد قوي او البيئه بتاعه الشغل فيها ضوضاء، ده بيأثر على التركيز ويخلي العامل مش مركز وهو شغال فيتعور. يبقى المشاكل اللي في البيئه الانفيرومنتال فاكتور ان البيئه كانت ان سانيتري. ايه اللي يخليها ان سانيتري؟ نقص الفنتيليشن، نقص الاليمينيشن، زياده او نقص التمبريتشر والنويز. اخر حاجه مشكله في طبيعه الشغل الورك باترن. زي ايه؟ زي نقص الريست اور، العامل ما بيلحقش يرتاح. سعادتك بعد ما تتخرج ان شاء الله الناس اللي هتاخد منكم تخصصات جراحيه زي العظم او النساء او البطنه او الجراحه، احب ابشركم ان في ناس منكم هتفضل 48 ساعه صاحيه في الاستقبال. تخيل واحد مطلوب منه يفضل صاحي ومركز لمده 48 ساعه. هركز ازاي؟ الشخص ده ما عندوش وقت كافي انه يرتاح ويريح جسمه ويريح عقله. طبيعي ارهاق في ارهاق في ارهاق، هيبقى شغال وهو مش مركز فممكن يحصل له اي حادثه او يغلط غلطه كبيره. يبقى نقص الريست اور، نقص التريننج. ايه ده؟ هو نقص التريننج مش احنا لسه قايلينه من ضمن البيرسونال فاكتور؟ نقص التريننج مشكله في البيرسونال ولا مشكله في الشركه؟ في الاثنين. ان العامل يوافق انه يشتغل على مكنه مش متدرب عليها غلطته، وان الشركه تجيب عامل غير مدرب وغير مؤهل وتوقفه على مكنه غلطه الشركه، الاثنين مشتركين. يبقى نقص الريست اور، نقص التريننج، نقص السوبرفيجن. افتكر نفسك وانت صغير كده لما كنا نعرف ان المدرس غاب بنعمل ايه في الفصل؟ بنهيج، صح كده؟ نفس الكلام بالظبط، العامل لما يعرف ان المشرف بتاعه مش موجود او المشرف بتاعه بيكبر دماغه، طبيعي هتلاقيه يهزر مع صاحبه، ده شغال على مكنه ده، ده سايب شغله، ده مش لابس الخوذه، ده مش لابس البروتكتيف كلوزز، والدنيا بقت ملخيه بالمهلبيه، فيحصل مشاكل في المصنع. نقص السوبرفيجن او نقص الكوميونيكيشن، مفيش اتصال ما بين الوركر والاداره والمانجمنت، العمال عمالين يشتكوا للاداره في عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا وكذا، والاداره مكبره دماغها وما بتسمعش مشاكل العمال، ما بتحلش مشاكل العمال، فحصل كوارث في الشركه او في المصنع. يبقى الورك باترن نقص اربع حاجات،
ناقص الريست اور، ناقص التريننج، وناقص السوبرفيجن، وناقص الكوميونيكيشن. الكلام سهل، الكلام ده هناخده من النص وهنعكسه وهنطلع البريفنشن. بس راجع معايا، قلنا الاوكيبيشنال اكسيدنت هي اي حادثه بتحصل ديورنج الورك انكلودنج اني فايلنس، ممكن يؤدي الى فيتال او نون فيتال انجري. من الناس اللي ات ريسك للاوكيبيشنال اكسيدنت اكتر من غيرها اربع وظائف مجموعين في كلمه ممتازين كمين: السي كونستراكشن، الايه الاجريكالتشر، الام الماينر، والاي ان الاندستريال وركر. ايه السبب اللي ممكن يخلي العامل يعمل حادثه وقع من مكان عالي فل؟ اتكهرب الكتريك كارنت، اله شغال عليها مانوال تول اتخبط بحاكه استراك باي ان اوبجكت. العامل لما يحصل حادثه ايه الضرر اللي هيقع عليه؟ ممكن يحصل له كات او واند، لاسيريشن او كونتيوجن، بين او سبرين، بيرن او فراكشر، قول اي حاجه. ايه العوامل اللي ممكن تخلي العامل يعمل حادثه؟ قلنا اول حاجه بيرسونال فاكتور، ست حاجات: الايدج والسكس، اتنين اهمال، اوفر كونفيدنس ونيجليكنس اوف بروتكتيف كلوزز، نقص حاجتين، نقص التريننج ونقص الفيزيكال والمنتال كونديشن. تاني حاجه عيب في المكنه، ماشينري ديفكت، المكنه كانت انسيف نتيجه انها كانت انشيلدد، كان فيها اكسبوزد واير، ادي اتنين مكشوفين، او نقص حاجتين، نقص المينتنانس ونقص ها السيفتي ميجر، ممتازين جدا. ممكن عيب في بيئه الشغل انفايرمنتال، البيئه كانت انسانيتري او انسيف انفايرمنت، بيئه غير صالحه للعمل، نتيجه ان فيها نقص الفنتيليشن، نقص الاليمينيشن، زياده او نقص التمبريتشر او نويز. وان كل الحاجات دي بتاثر على التركيز بتاع العامل. او مشكله في سياسه الشركه، في طبيعه الشركه نفسها، في اداره الشركه، زي نقص الريست اور، نقص التريننج، نقص السوبرفيجن، ونقص الكوميونيكيشن. بعد كده هتلاقي عنوانين هنأجلهم دلوقتي وناخد البريفنشن، ازاي نمنع الحاجات دي. مش عاوزك تحفظ ولا كلمة، اللي حفظ الكلام ده يعكس الأسهم. البريفنشن تلات أنواع: برايمري وسكندري وترشري. اخلص من السهل، الترشري. الترشري عبارة عن عملية ممتازين جدا، ري هابيليتيشن، ري هابيليتيشن. والأول مرة بيشرح ازاي نعمل ري هابيليتيشن. الشخص او العامل اللي كان في الشركة وحصل له حادثة، هل نموته؟ هل نرفده؟ لا، خد العامل ده لو لسه يقدر يشتغل اعمل له بليسمنت في انذر جوب تناسب الكابابيليتي بتاعته. خد العامل بتاعك، غير بس طبيعة شغله. العامل كان شغال في مكان معين وحصل له حادثة اثرت عليه سواء نفسيا او جسمانيا، خد العامل ده وحطه في وظيفة تانية تناسبه، اعمل بليسمنت في انذر جوب. طب لو ما قدرش يشتغل ادله تعويض كومبنسيشن، لو رجله اتقطعت وفر له جهاز يساعده. يبقى تاني الشخص ده هحطه في وظيفه جديده، بليسمنت ان انذر جوب. لو مش قادر يشتغل هديله تعويض كومبنسيشن، هوفر له ارتفيشال ليمب، رجله اتقطعت اجيب له كرسي او اركب له طرف صناعي ارتفيشال ليمب. طيب السكندري، السكندري ده يعني الحق الحاجه اول ما حصلت. هو العامل اول ما يتعور، اول ما يحصل له انجري، محتاج مني ايه؟ ممتاز جدا، محتاج مني اسعافات اوليه. يبقى لازم اوفر في كل مصنع فيرست ايد وامرجنسي فاسيلتيز، لازم كل مصنع يكون في عياده، ويكون موجود في العياده دكتور طوارئ، ويكون موجود مع دكتور الطوارئ الامرجنسي فاسيلتيز الفيرست ايد، علشان يلحق يعمل مانجمنت ايرلي لاي انجري ممكن تحصل للعامل. يبقى التيرشري ري هابليتيشن، ازاي هعمل له بليسمنت في انذر جوب، هوفر له كومبنسيشن او ارتفيشال ليمب في حاله الامبيوتيشن. السكندري فيرست ايد وامرجنسي فاسيلتيز. امال البرايمري، البرايمري ما تذاكرهاش، تعال نعكس.
اول حاجه اللي موجود على السبوره الورك باترن، كان في نقص في الريست هزود الريست اور، نقص التريننج هزود التريننج، نقص السوبرفيجن هزود السوبرفيجن، نقص الكوميونيكيشن بين الوركر والمانجمنت هزود الكوميونيكيشن. كان في مشاكل في الانفايرمنت، نقص الفنتيليشن هزود الفنتيليشن، نقص اللايتنينج هزود اللايتنينج. كان في نويز هعمل كنترول على النويز. كان في هاي او لو تمبريتشر هعمل كنترول على التمبريتشر. نلم كل الكلام ده في نوفر للعامل سانيتري وسيف انفايرمنت، سانيتري وسيف انفايرمنت. كان في مشاكل في الماشين هعمل جود ديزاين للماشين وازود السيفتي ميجر، يعني اوفر سيف ماشين للعمال يشتغلوا عليها. كان في مشاكل في الشخص قبل ما يشتغل هعمل له بري امبلويمنت اكزامينشن وبري بليسمنت اكزامينشن وبريودك ميديكال اكزامينشن. ايه الفرق بين الثلاثه؟ البري امبلويمنت اكزامينشن ده فحص مبدئي علشان اشوف هل الشخص ده ينفع يشتغل ولا لا. طب الشخص ده ينفع يشتغل، ابدا اعمل له فحص متقدم علشان اشوف المكان المناسب ليه احطه عليه. يبقى البري امبلويمنت فحص مبدئي قبل الوظيفه، لكن البري بليسمنت فحص متقدم علشان اختار البليس المناسب للعامل يشتغل فيه. طب العامل اشتغل خلاص، هبدا اعمل له فحص دوري كل فتره، كل 6 شهور، كل سنه، كل سنتين، على حسب طبيعه كل عام، بيريودك ميديكال اكزامينشن. يبقى قبل ما يشتغل هعمل له بري امبلويمنت وبري بليسمنت وبيريودك ميديكال اكزامينشن. هعالج اي مشكله، اعمل تريتمنت، هعمل كنترول على اي إلنس سواء كان فيزيكال او منتال كونديشن. كان في نقص التريننج هزود التريننج. كان في اوفر كونفيدنس او نيجليجنس اوف بروتكتيف كلوزز، هعمل للعمال هيلث اديوكيشن، توعيه عن اهميه السيفتي ميجر. والله العظيم انا محافظ الكلام ده، انا بعكس الكلام، امسك الكلام ده واعكسه هيطلع نفس الكلام اللي موجود في الكتاب بالنص، فاضل جمله واحده بس الكتاب كاتبها. هعمل ريسيرش وورك، هعمل ابحاث علشان اعرف ايه اكتر الاكثر او ايه اكتر الاماكن اللي بيحصل فيها انجري علشان ادور على الاسباب وعالجها. يبقى همسك الاسهم واعكسها وازود جمله واحده. ايه الجمله اللي هزودها؟ ان هعمل ريسيرش وورك علشان اعرف اسباب الانجري واعالجها. تمام، فاضل عندي عنوانين، عنوانين صغيرين جدا بس مهمين جدا 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 في الامتحان وتكرروا اكتر من مرة. اول حاجة ايه هي الانديكيتور اللي ممكن اقيس بيها او احكم بيها على الانجري؟ فاكرين الانديسز؟ نفس الكلام بالظبط. في عندي حاجة اسمها اوكيوبيشنال انسدانس، وفي عندي اوكيوبيشنال سيفيريتي. اول حاجه الاوكيوبيشنال انسدانس، معدل حدوث الحوادث بيساوي التوتال نمبر اوف اكسيدنت في مكان معين ووقت معين على كل الوركر اللي كانوا ات ريسك، وبضرب في ثابت. يبقى تاني الاوكيوبيشنال انسدانس ريت، الاوكيوبيشنال انسدانس او الاكسيدنت انسدانس ريت بيساوي التوتال نمبر اوف اكسيدنت، العدد الكلي للحوادث اللي حصلت على كل العمال اللي كانوا ات ريسك للحوادث، مضروبه في ثابت، ودي سهله. يبقى الاوكيوبيشنال اكسيدنت انسدانس ريت بيساوي ايه؟ التوتال نمبر اوف اكسيدنت على كل الوركر اللي كانوا ات ريسك. ده كده بحكم على معدل حدوث الحوادث. طب ازاي احكم على السيفيريتي بتاعه الحادثه؟ ركز كده في قوانين العمل يا اخوانا. الحضور الشغل بيتحسب بالساعات، لكن الغياب بتحسب بالايام. يعني ايه؟
يعني سعادتك رايح لمصنع تقول له عاوز اشتغل عندك، يقول لك والله اهلا وسهلا، هتشتغل عندي نبطشيه لمده 8 ساعات في اليوم وهديك مرتب 2000 جنيه. فعندما بنتفق على الشغل بنتفق بالساعه. طب لو سعادتك اتاخرت عن الشغل لساعه هل هيخصم لك 8 ساعه؟ يقول لك لا انا هخصم لك نص يوم، تاني مره هخصم لك يوم. خد بالك، خد بالك بقى، انا وانا بشتغل بتحاسب بالساعه، انت شغال عندي نبطشيه لمده 8 ساعات في اليوم في 30 يوم بالساعات، يبقى الشغل بالساعات. لكن لما اتاخر ساعه او ساعتين هيتخصم لي ايه؟ ساعه؟ لا، يتخصم لك نص يوم، يتخصم لك يوم، يتخصم لك يومين. يبقى الخصم الغياب بالايام. علشان كده السيفيريتي بتاعت الحادثه بعرفها من عدد الايام اللي العامل غابها من الشغل بسبب الحادثه. العامل ده خد اجازه لمده كام يوم، حصل له حادثه فتعور، الانجري دي قعدته في البيت كام يوم. يبقى السيفيريتي ريت بيساوي التوتال نمبر اوف لوست وركينج دي، عدد الايام اللي العامل غابها في وظيفه معينه في فتره معينه، على التوتال نمبر اوف مان اور وركينج باي اول وركر. يعني ايه؟ يبقى احط فوق عدد الايام اللي العامل غابها على متوسط عدد الساعات اللي المفروض كل العمال يشتغلوها. يبقى ليه فوق حطيت ايام وتحت حطيت ساعات؟ علشان الغياب بيتحسب بالايام لكن الشغل بيتحسب بالساعات. تاني الانديكيتور حاجتين، الاكسيدنت انسنس والاكسيدنت سيفيريتي. الانسنس هو هو التوتال نمبر اوف اكسيدنت اللي حصلت في ورك بليس معين في فتره معينه، على التوتال نمبر اوف كل الوركر اللي كانوا ات ريسك للحادثه في نفس المكان ونفس الفتره واضرب في ثابت. يبقى عدد الحوادث على عدد كل العمال اللي كانوا ات ريسك واضرب في ثابت، ده اسمه الاكسيدنت انسيدنس ريت. لكن الاكسيدنت سيفيريتي ريت بالعربي هو عدد الايام اللي العامل غابها بسبب الوظيفه على متوسط عدد الساعات اللي كل العمال بيشتغلوها. يبقى التوتال نمبر اوف لوست وركينج داي في ورك بليس معين في فتره معينه، على التوتال نمبر اوف مان اور وركد باي اول وركر في نفس المكان وفي نفس الفتره وهضرب في ثابت. طيب تاني سؤال مهم جدا وبيتكرر في الامتحان هو الامباكت، ايه تاثير الحوادث سواء على العامل او على الشركه او على الاقتصاد ككل. اول تاثير ان العامل يتعور، حصل له مشكله في صحته، اول حاجه نقص الهيلث سواء فيزيكال او منتال. يبقى اول حاجه امبيرد هيلث، كلمه امبيرد هيلث يعني صحته اتاثرت. التاثير ده ممكن يبقى disability حصل له اعاقه اللي هي هي handicapping up to ان يحصل له this. يبقى اول حاجه impaired health سواء كان حصل له injury، حصل له disability، حصل له handicapping up to ان حصل له this. طب دي مشكله جسمانيه. المشكله النفسيه في عنده مشكله mental او psychological بنسميها ايه؟ بنسميها post تروماتيك ستريس ديس اوردر. تلاقي واحد مثلا وهو صغير وقع من مكان عالي فيفضل طول عمره عنده فوبيا من المرتفعات. واحد وهو صغير مثلا كان هيغرق في البحر فيفضل طول عمره عنده فوبيا من الميه. واحد وهو ماشي بالعربيه عمل حادثه فقد فيها حد عزيز عليه او حادثه كبيره فيفضل طول عمره خايف من العربيات او خايف يعدي في الشارع ده. ده بنسميه ايه؟ بنسميه بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. وده بيدخل العامل في حوادث اكتر. العامل مره هو شغال على المكنه، المكنه كانت هتاكل ايده، يفضل طول عمره خايف من المكنه، حرصه زياده
وهو شغال على المكنه بعد كده ممكن يخليه يغلط ويعمل حادثه، يبقى بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. يبقى الامباكت اول حاجه امبيرد هيلث سواء فيزيكال او منتال. الفيزيكال يحصل له ديس ابيليتي، يحصل له هاند كابنج اب تو ديس. اما المنتال يحصل له بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. لو نسيتها يا سيدي قول له سايكولوجيكال بروبلم، مشاكل نفسيه، تدخله في فرذر اكسنت. مش بس كده، الحوادث هتزود حاجه وهتقلل حاجه. ايه رايكم البرودكتيفيتي الانتاجيه هتزيد ولا هتقل؟ اكيد هتقل، هيحصل نقص في البرودكتيفيتي لان العامل خد اجازه وقعد في البيت. حتى لو شغال شغال هو خايف مش عارف يطلع الانتاج الطبيعي بتاعه، يبقى نقص البرودكتيفيتي. العامل ده بيغيب قاعد في البيت يتعالج يوم او اتنين او اسبوع او شهر، يبقى زودنا الابسنتيزم الغياب. فانا زودت حاجه وقللت حاجه، قللت حاجه قللت البرودكتيفيتي وزودت الابسنتيزم. مش بس كده، مش العامل ده هيتعالج على حساب الشركه، يبقى انا زودت الاكسبنس المصاريف بتاعه الميديكال كير او بتاعه الكومنسيشن او بتاعه الريهابليتيشن. الشركه المفروض تصرف على العامل ده لحد ما يتعالج او تديله تعويض او تديله معاش. طب ما كل دي تكاليف اقتصاديه، اعباء ماليه على الشركه. يبقى الامباكت امبيرد هيلث سواء فيزيكال او منتال. الفيزيكال ديس ابيليتي او هاند كابنج او ديس، والمنتال سايكولوجيكال بروبلم زي البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. هنزود حاجه ونقلل حاجه، هنقلل البرودكتيفيتي ونزود الابسنتيزم، نزود الاكسبنس اون ميديكال كير، تكاليف الرعايه الصحيه او تكاليف الكومبنسيشن او تكاليف الريهابليتيشن. الدرس سهل مش محتاج منك مجهود. اخر سؤالين دول مهمين جدا 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 في الامتحان، خاصه سؤال الانديكيتور، وسؤال سهل ممتنع، يا اما عارفه وهتجاوبه يا اما مش عارفه ومش هتعرف تهبد ومش هتاخد فيه ولا درجه. يبقى سعادتك كنت بتذاكر، ذاكر الريسك فاكتور كويس جدا جدا جدا، مجرد ما هتعكس الاسهم هيطلع البريفنشن. وانت في البريفنشن خد بالك ان التيرشري مشروح بالتفصيل، هعمل ريهابيتيشن عن طريق ان اعمل بريسمنت للوركر في انذر جوب او اديله كومبنسيشن او ارتفيشال ليمب. وخد بالك ان السكندري طول عمره ايرلي ديتكشن وبرومر مانجمنت. الا هنا العامل الاول ما يتعور محتاج مني فيرست ايد وامرجنسي فاسيلتيز، والبرايمري بعكس الاسهم. بعد كده في سؤالين صغيرين ومهمين جدا 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 في الامتحان اللي هم الامباكت والاندوكيتور. كده يا اخوانا خلصنا تقريبا تلتين الشابتر. هي من الحصه الجايه هنخش في كلام تاني خالص مختلف تماما عن اللي فات. اي نعم هو ماشي بنفس الصيغه بنفس الترتيب ريسك فاكتور وبنعكسه يطلع البريفنشن، بس هنتكلم عن حاجه تانية خالص، عن الصحه العقليه، عن المينتال هيلث والمينتال هيلث. شدوا حيلكم، ربنا معاكم ان شاء الله.